رستن 17/2012 احد سكان المدينه. مرحبا يا عميم. اهلين وسهلين. شو بتحكوا لنا عن اوضاعكم مدينة رستن؟ اسفت من هيك سبدك، لا غاز لا خبز لا غازوت لا كاز لا بنزين لا كهرباء، مهدم البيوت علينا. اوسخ من هيك نظام اللي بده يصير ما عاد يصير. بشار اسد هلكنا هلاك، لا خلانا شيء نركب سيارات، لا قاعده بدون شغل، عم يحجزونا على الطريق ويخلصون السيارات ويخلصون المصاري ويبهدلوهم ويقتلوهم للشوفيريه، بطلت العالم تشتغل. شو احسن من هيك نظام؟ العب من هيك ما عاد يصير بالعالم، ولا مصاري لا قبله ولا بعده. العب من هيك نظام ما عاد يصير. بين الله يا وسخ الكلب، ابن كلب كمان دمار، دمرنا دمرنا العرس، دمرنا اخو الدقره، سبقنا له سقفنا له وقلنا ما في احسن من هيك، ما في احسن من هيك، ولقينا وقلنا له هذا ابن جماعتنا ومن طبقه تبعنا، والا طلع رزيل ما بيسوى فرنك، هلكنا هلاك. دمر العالم، شوف البيوت شلون مدمره، شوف المحلات شو قاعدين كلها تحت شوادر وتحت وحصير ما في جيب لبرات الرسم، ما عم نصير نطلع. شو احسن اعلم عليك وضع؟ طيب شو توجه انت كلمه للنظام للعالم الخارجي؟ النظام للعالم، اوجه كلمه للعالم، لانه عالم العالم كله معه، العالم كله معه، لو انه لو ما معه بتطلعوا على هالإساءة اللي عم يسيئها لشعبه، كان شالوه من زمان، كان شالوه وخربوه خراب، لكن معه كل العالم معه، ما حدا معنا غير الله، نحن غير الله ما حدا معنا. ونعمة بالله يا عمي، ونعمة بالله. اذا هذه يا حاسب في مدينة الرسم، نفس الكلام، نفس الكلام ونفس الاخطاء ونفس الغلط ونفس الشيء اللي احنا قايمين فيه، والوضع اللي احنا عايشينه والمآسي اللي احنا عايشينها شيء صعب لك وقاق يعني بهالمجتمع بهالبلد. شعبنا كله مستوي، سوق صفه، ما عاد فيه له منفذ.